الطبيعة التي من حولنا هي حصيلة التطور البيولوجي لفترة تمتد إلى 3 مليار عام، بالإضافة إلى 10 آلاف عام من التفاعل المتبادل ما بين المزارعين والبيئة. ومنذ زمن بعيد اندفع المزارعون بحكم الغريزة والضرورة إلى تحسين نباتاتهم عن طريق اختيار أفضل العينات من البذور والإكثار منها. وقبل 3 آلاف سنة كان الأشوريون يستخدمون طريقة التلقيح المتبادل لخلق نوعية جديدة ومحسنة من أشجار النخيل. وفي الصين القديمة كان يتم إعداد الأرض لبذرها بواسطة أدوات بدائية. وهكذا يشكل التنوع البيولوجي الزراعي مصدراً لكل غذائنا وملبسنا ودوائنا، غير أن هذا التنوع يتلاشى بمعادلات مخيفة، لذا يجب علينا أن نحميه، سيما وأن أجيال المستقبل ستعتمد عليه لمواجهة التغييرات غير المنظورة في الاحتياجات البيئية والإنسانية. ظهرت هذه الثمرة البسيطة من البطاطس بالأصل هنا في جبال الأندز قبل عدة آلاف من السنين، ويزدهر البعض من هذه النوعيات المحلية في بيرو في أجواء البرد الشديد أو في فترات هطول الأمطار الغزيرة، وفي الإمكان تخزين بعضها لمدة تصل إلى عام. ففي القرن 19 تم إنقاذ حياة الملايين من بني البشر بفضل نوعية واحدة من هذه النوعيات، بحيث وفرت المقاومة الجينية للفطريات التي تسببت في نقص البطاطا الإيرلندية. وبعد التحرف على الجينات الحيوية تم إدخالها في تلك القاعدة الجينية الضيقة من البطاطس الأوروبية المستوردة. ولكن حتى ذلك الحين كان قد توفي جوعاً ما يزيد عن 1 مليون فلاح. والمزارعون هنا مثل كارلوس روميرو إيدالغو يستخدمون أساليب ترجع إلى عهد الأنكاس، وهم بحق أول من استحدث هذا التنوع الزراعي ورعاه. يقول: حين كنت طفلاً نشأت مع جدي الذي كان يزرع عدة نوعيات من البطاطس، سأحاول القيام بتجريبها، لا سيما النوع الذي يسمى بيروا. فالآن بصفتي مسؤولاً عن عائلة أريد أن أواصل عملي تماماً مثل ما كان يفعل جدي. ومن شأن المعاهدة الدولية المعنية بالموارد الوراثية النباتية أن تحمي المجتمعات الزراعية المحلية وتدعمها بما لديها من أنواع أصلية من النباتات ومواطن نموها. وفي بيرو يوجد مشروع مماثل للحفاظ على المجاميع الأساسية من الموارد الوراثية النباتية داخل الموقع الطبيعي. نأمل خلال فترة المشروع على تصنيف التنوع البيولوجي ودعم مجتمع المزارعين، كما نأمل بإعادة تقييم هذه المحاصيل المحلية وإيجاد تشريع أفضل، بالإضافة إلى دعم السوق واستحداث نظام للمعلومات الخاصة بالموارد الوراثية. هذه هي المادة الخام الوراثية من الجيرموبلازما، وفي هذه الحالة يتم إعداد بذرة الأرز للتخزين لفترة طويلة في المركز الدولي لإبحاث الأرز بالفلبين. ويحتوي بنك الموارد الجينية الوراثية هذا والمصمم لمقاومة الزلازل والحرائق على أكبر المجاميع من الموارد الوراثية للأرز الموجودة خارج الموقع الطبيعي. ولكن تلك هي نقطة البداية لمربي نباتات الأرز في بحثهم المتأني والدقيق عن الخصائص الوراثية الأساسية. من أهم الخصائص التي يبحث عنها مربي النباتات هي غلة عالية المستوى تتميز بمقاومتها للأمراض وذات قيمة غذائية بطبيعة الحال، وتتحمل الضغوط اللاحيوية مثل الملوحة والجفاف وكميات كبيرة من المياه. تستخدم التكنولوجيات التقليدية والحديثة للربط ما بين جينات محددة ضرورية لتطوير أنواع محسنة من الأرز. فإذا كان الإنتاج الغذائي في الدول النامية مواكباً للنمو السكاني، فإنه يجب أن يزداد بنسبة 60% تقريباً خلال 25 سنة القادمة. وفي بعض البلدان يعتبر بنك الموارد الوراثية بمثابة الخزانة، حيث توفر عبوة صغيرة من البذور المحفوظة في بنك البذور التابع للمركز الدولي لإبحاث الأرز الفرصة للمزارعين لإعادة بناء حياتهم.
لقد أسهم بنك الجينات الوراثية إسهاما هاما للغاية في استعادة ما فقد من موارد في الدول التي دمرتها الحرب، وأفضل مثال على ذلك هي كمبوديا. وتمثل هذه المجاميع الأساسية من الموارد الوراثية النباتية خارج الموقع الطبيعي أهمية أساسية لتبادل الموارد الوراثية النباتية واستخدامها بصورة مستديمة، ولكن تظل عملية التفاعل والتكيف ما بين المزارعين والأرض عملية متواصلة، وما يزال المزارعون يستخدمون في حقولهم الأساليب التقليدية لضمان المحافظة على حيوية التطور في كل نوع من الأنواع. إن المراكز الرئيسية لمنشأ النباتات المزروعة غير موزعة بصورة متساوية في كل أنحاء العالم، ولكنها تأكثر بصورة رئيسية في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، وفي الواقع تعد بعض أفقر الدول من أغناها بمثل هذه الموارد في العالم، على الأقل فيما يتعلق بالتنوع الزراعي الضروري لبقاء البشرية وديمومتها. ولا تتمتع أي دولة بالاكتفاء الذاتي، بل تعتمد عموماً كل دولة على الدول الأخرى للحصول على 70% من الموارد الوراثية. فإقليم الشرق الأدنى على سبيل المثال هو مركز أصيل للمحاصيل التي تشمل الشعير والعدس، ولكن الزراعة في هذا الإقليم تعتمد على الدول الأخرى للحصول على الموارد الوراثية لكل من الفول والذرة والأرز والبطاطس. وللمرة الأولى فقد تم الإقرار رسمياً بالمساهمة الهائلة للموارد الوراثية في التنوع الزراعي في الماضي والحاضر والمستقبل، حيث تنص المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية على حماية حقوق المزارعين من خلال الأساليب الثلاثة التالية: التوزيع العادل والمنصف للمزايا التي تنشأ عن استخدام الموارد الوراثية النباتية، وحماية المعارف التقليدية والحق في المشاركة في اتخاذ القرار. والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية هي مراجعة لتعهد دولي سابق غير ملزم قانوناً تم تبنيه عام 83-900 ألف، وبعد 7 سنوات من المفاوضات المعقدة للغاية تم اعتماد المعاهدة المذكورة في المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الذي انعقد في نوفمبر تشرين الثاني 2001. تعد هذه المعاهدة الدولية مساهمة حاسمة نحو بناء عالم أكثر عدالة وأقل جوعاً وأكثر تضامناً مع البيئة، ولكنها ستصبح عملية فقط حين تكون قد صادقت عليها على الأقل 40 دولة، وستتخذ الدورة الرئاسية القادمة بمشاركة الدول المصادقة القرارات التي تحدد التطورات المستقبلية. ولهذا السبب فإنه من المهم جدا لكل بلد أن يصبح الأول من بين البلدان المصادقة على هذه المعاهدة. إن المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية هي بالفعل موضع اهتمام العالم، ويجب علينا أن نضمن بقاء الموارد على كوكبنا لتضمن هي بدورها بقاءنا.